لماذا توضع البومبوم على القبعات؟ هل هي موضة أم تقليد؟ لابد أنك صادفت عزيزي المشاهد أو ارتديت مرة واحدة على الأقل في حياتك ما يعرف بقبعة البومبوم. وعلى الرغم من أنها قد تبدو لك من الوهلة الأولى منسوجا عصريا، فإنها في الواقع لها جذور ضاربة في قدم التاريخ. وفي هذا الفيديو سنسرد عليك لمحة عن تاريخ هذه الكرات الناعمة المنفوشة التي تزين بها القبعات. تابع معنا. يعود تاريخ قبعة البومبوم إلى عصر الفايكينغ في البلاد الإسكندنافية ما بين سنتي 800 و1000 ميلادية، حيث يتم إبراز الإله فراير وهو يرتدي قبعة أو خوذة مع زوج من البومبوم في قمتها. وقد ظهر ذلك في تمثال صغير اكتشف سنة 1904 في مزرعة رالينغ في سودرمانلاند. في مقال كتب بقلم عالم الآثار نيل برايس الذي تم إدراجه في نص Old Norse Religion in Long-Term Perspectives، قال برايس عن التمثال الصغير للإله فراير بأنه يرتدي خوذة وسوارا على كل معصم وجميع مزينة بتصاميم دقيقة للغاية، ومنه فهي ليست بدون معنى. يقال أن أصل كلمة بومبوم في اللغة الفرنسية بالتحديد اشتقت من كلمة بومبوم خلال القرن 18، وهو مصطلح يشير إلى كرة زينة صغيرة مصنوعة من نسيج أو من الريش، كما يعني كذلك خصلة كروية للزينة، وقد كان يشار به في الأصل لاستخدامه على القبعات. ذاع آنذاك في القرن 18 صيت الفرسان المجريين الذين عرفوا باسم هيسارس، والذين كانوا يرتدون خوذة طويلة تدعى شاكو كجزء من زيهم الرسمي. استقطب الشاكو المجري اهتمام كتائب وفصائل الجيوش الأوروبية بما في ذلك الجنود في جيش نابليون. وضعت الكتائب المختلفة لمستها الخاصة على هذه الخوذة، فقام بعضها بتزيينها بغلاف معدني، بينما وضع آخرون على قمتها ريشا أو كرات بومبوم بحيث كان لون وشكل الزخرفة المنفوشة يشير إلى الكتيبة والرتبة، وكانت مصدرا لفخر الجنود الذين ارتدوها. بينما بعيدا عن ساحات القتال كان للبومبوم معنى كبير أيضا. في أمريكا الجنوبية كان يتم تزيين الثياب التقليدية لكل من الرجال والنساء بكرات بومبوم مختلفة ومتنوعة ترمز على حد تنوعها للحالة العائلية لمرتديها. في روما كان القساوسة يرتدون قبعات ذات قمم مربعة تدعى البريطة، وكان لون البومبوم الذي يتواجد فوقها يرمز لرتبة مرتديها. كما كانت البومبوم دائما جزءا لا يتجزأ من الثياب التقليدية في اسكتلندا، حيث كان الرجال يرتدون قبعة بيريه تدعى بالبالمورال، والتي كانت تزين من الأعلى ببومبوم بلون أحمر فاقع تعرف باسم طوري. وقد عرفت هذه القبعات التقليدية عرفت شهرتها الكبيرة خلال فترة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي. مقارنة بالشراريب والحلي الأخرى، بالإمكان القول عن البومبوم أنها زينة رائعة واقتصادية في نفس الوقت، حيث بالإمكان صناعتها مما تبقى من النسيج المستخدم في الحياكة. ونظرا لطبيعتها الجميلة وسهولة صناعتها، راجت البومبوم بشكل كبير في حفلات الرقص المقامة في المدارس الثانوية حول العالم، كما زينت معاصم مشجعات الفرق الرياضية، فعشق الناس في كل مكان تقريبا البومبوم وما زالوا يفعلون.